صباحكم مبروك، صبحتو لكم الغداء ديالي العادي اللي كندير، وقلت نشاركو معاكم. نتمنى يعجبكم الحيمات، شويه ديال المرقه شويه ديال الخرشف. انا نقيت دابا الخرشف، هو درت لي شويه ديال الخل، ودابا غنوجد معكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله، عندي بصيله وقبيطه ديال القزبر والمعدنوس والعطريه العادي اللي كنديرو، الزيت ضروري الزيت. يلا بسم الله نديرو غدانا، وان شاء الله من هنا العشيه نديرو شي حاجه للعشيه. يلا بسم الله، كنقطعوا البصله صغيره، يعني كديرين لاباس عليكم. كنتمنى انكم تجربوا الوصفات ديالي ونكون عند حسن الظن ديالكم. مريقة خفيفة ظريفة، ودابا هاد البرد تبارك الله غتدخل خضرة زوينة. نديرو قبيطة ديال القزبر المعدنوس، كنديرو شوية زيت العود، نزعمو شوية الزيت، الصرومية، هانتوما بصيله صغيره والحيمات وقزبر معدنوس. غنديروا دابا العطريه، شويه الملحه، بسم الله، شويه الابزار، ما تكثروش العطريه، شويه سكنجبير، شويه ديال الخرقوم. هاد القريعات كيعجبوني عمليين، عندي الاخرين ولكن هادو كيبقاو ديال الدار وديال الشقة. وكندير شويه الخرشف، الخرشف ديالي هو. انا هادي هي الطريقه ديالتي ديال البنات. انا رجعت معكم دابا بخيزو، بغيت ندير لكم شلاضه ديال الخيزو مشرمن. ديرو الشكل اللي بغيتو، انا تنكبرو هكا شويه باش يجيني مقاد ويجيني كيعجبني هاد القد. ثم قطعو التمر صوات صغار اللي عجبكم، وزدت له شويه ديال الملحه، وغنردو يتسلق. منين يتسلق غنوريكم الشرموله اللي غديرو فيه اللي غتصوطيو. خاوات دابا حليت على الكوكوط ديالنا، هي المرقه هي هادي. دابا نقطع بطاطا فرع ونديرها في الكسيكيس ونحطها ونرجع معكم. بعد ما قطعت بطاطا فرع هيا غنديرها في الكسيكيس عشان باش منين بغي نحطها مقاده. كندير هاد الكسيكيس هذا في الكوكوط اللي عندنا، وكندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار من الفوق. اللول هو اللي غيطيب فيا، يعني اللول عادي، شويه ديال الملح، غير شويه، نصدو على المريقة ديالتنا حتى تطيب ونرجع معكم. دابا نصاوبو المقادير ديال الشرمولة ديال الخيزو، منزيدوش اللول، اللول العادي اللي كاين فيه يطيب فيه. أخواتي دابا رجعت معكم الشرمولة ديال الخيزو مشرمل، غندير الملحة والكمون شوية ديال الخل، مبقاش عندي الخل، غنقدي بهذا اللي عندي. دابا فريعة ديال التومة، المعدنوس بوحدو، وهاد القريعة كنزيدها في الأخر. منين نشرمل الخيزو كنحكها من الفوق، غير نديها ونجيبها وصافي كنحطها. وعندنا خيزو بطبيعة الحال اللي سلقناه، والزيت الرومية. غندوزو للطريقة دابا. بسم الله حبيباتي، دابا غنديرو الزيت، يعني ديرو الزيت الكافي. غادي نحل القرعة باش منبقاش نلعب معاها، حتى هي القرعة.
هانتوما عندي كاس كامل ديال الزيت. نديرو المعدنوس، معدنوس فقط، ما نديروش القزبر، غير المعدنوس. نعصر، ندير جوج حصوص ديال الثومه باش نشوف، ولا ندير ثلاثه باش نشوف يعني. حبيباتي نتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. انا بغيت غير نشارك معكم يعني بحال ركن التعارف، كندير لكم هادشي بحال ركن التعارف، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وما تبخلوش عليا بلايك وهادشي اللي كندير يعني، راه في اي مره كتصاوبوا في دارها عادي. ندير الخل، يعني عندكم الحامض ديالو، ما عندكمش ديروا الخل. ملحه، نشوف شويه شويه الملحه، حين تخيزو سلقناه في الملحه. ملحه، بزار، الحميره، زعمو شويه التحميره، عندكم شويه الهريسه ديروها، ما عندكمش ما ديروهاش. والكمون، صافي هادي هي الشرمولة ديالتنا، هيا كيما كتشوفو. ونديرو دابا في البوطا ونشحروها شوية عادة باش نرميو فوق منها خيزو بالسوق. من نرميو فوق منها خيزو بالسوق يعني غير طيب لينا الشرمولة، ماشي طيب غير شوية، ونشرملو خيزو ونحطها فوق البوطا ونرجع معاكم. حبيبتي انا درتو دابا فوق البوطا، هو هذا كيدير لكم، ديروا رخيص ديال الزيت البنات. ها نتوما ها هي الطريه، ها هي تحرات شي شويه، وها خيزو ديالنا وفريعه انا حكيتها. ندير خيزو، يعني هالطريقه ديروا البطاطا، الشيفلور، القرعه الخضراء، اي حاجه بغيتوها تشربوا لها كتمشي معها. وزعموا شويه ديال الحامض، يعني الشيء مشرب بغيتو يكون حامض شويه، وديروها في سوبيره وفي وقت ما بغيتو حطوا، يعني شربوا القياس اللي بغيتو وفيما بغيتو شويه حطوا، يعني كيشكل بارد ملي تكثر. انا غادي كثرتو دابا ندير نحط من الطاس باقي اللي في السوبيره كيما بغيتو. واش نجيب لي الفريعه الحكوكه اكثر من كده، ما تخليوهاش تطيب بزاف يعني، ما تخليوهاش ديوها جيبوها البنات. كي دايرين لاباس عليكم؟ من بعد ما تغدينا وارتاحينا شويه نحيدو عينا العكس، نوضو نديرو شي حاجه للكوتي. غنشارك معكم هاد لاطارت اللي كندير انا للدراري، كتجي بنينه ولذيذه، نتمنى تعجبكم. بسم الله، عندنا جوج، عندنا جوج بيضات، عندنا فانيا، عندنا فانيا، وعندنا خمارة، وعندنا ستة المعالق ديال سنيدة، ستة المعالق ديال سنيدة، وعندنا 12 معلقة ديال الزيت،
الكمومية، 6 معالق ديال سنيدة و 12 معلقة ديال زيت الرومية هي، و 12 معلقة ديال عصير الليمون، و 9 معالق ديال فورس. هذه المقادير ديال لاباط، يعني ديال العجينة ديالتنا. نعاود لكم، عندي هنا عندي 9 معالق كبار ديال الفورس، عندي 12 معلقة ديال عصير الليمون هو، و 12 معلقة ديال الزيت للرومية، وعندي هنا 6 معالق كبار ديال السنيدة، وجوج بيضات، وفانيليا، وخميرة. هادي ديال لاباط، يعني ديال لاطاخت اللي غنصاوبوها، حيت انا كنديرها في المول العجيب، غنديرها لكم في المول العجيب هذا باش نعمرها من الوسط. يعني هذا هو المقادير ديال لاباط. دابا غندوزو باش غنعمرو المقادير، باش غنعمروها من الوسط. عندي هنا جوج باكيات ديال الهرنيس، جوج باكيات هما، عندي نص سطرة الحليب هنا، هو نص سطرة الحليب، عندي الفرون ديال الكراميل، باكية ديال الفرون كراميل، عندي دانون السوس هو، عندي صاشية ديال الكاكاو، والزبدة باش ندهنو المول، والطحين والمول العجين. يلا على بركة الله البنات، غادي من دابا غنخلط لاباط ونديرها في سبيتو في الفران، وان شاء الله ملي غنخرجها غادي نوريكم الطريقه باش تعمروها. غنخلط معكم لاباط ونقول لكم. بسم الله البنات، دابا غندوزو للطريقه. غنديرو جوج بيضات، البنات عندنا 6 معالق ديال سنيدة وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. غادي نطربوهم ونكملو المقادير. بسم الله، منين درنا البيض مع سنيدة غنزيدو الزيت. عندنا 12 معلقة ديال الزيت، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تسعود، عشرة، حداش، اثناش. عندنا 12 معلقة ديال الليمون، ديال عصير الليمون حتى هو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش،
12. البنات انا عابرة المعالق، يعني كندير واحد الكاس عندي كعاش دابي العباد. دابا غير نوريكم الطريقه وانتم عبروا بالمعالق، ولا ما تبقاو ديروا الطريقه بالمعالق، وديك الساعه تبقى دائما العبار يكون في يديكم. غنخلطوا ونرجعوا ان شاء الله. البنات دابا غنديروا الطحين. الطحين رانا غربلتو، غنديروا 9 المعالق ديال الطحين تسعود. البنات دابا غنديرو خميرة وحدة مع الطحين، ونزيدو فانيليا. صافي نخلطو الخليط تاعنا. البنات هذا هو الخليط ديالنا، كيجي بحال هكا بحال هكا. ها هو غنعقبو نخلطو مزيان. هانتوما البنات هذا هو الخليط ديالنا، احنا خلصنا. كيجي القوام ديالو هكا. ندهنو دابا المول ونخوي فيه في المول. البنات دابا غندهنو المول ديالنا بالزبدة، دهنو مزيان. الجناب كامل احسن حاجه هو انكم تدهنوا المول بالزبده، ما كتصفش الكيكه. بعد ما غنرشو بشوية دقيق، بنات ها هو المول ديالنا. أنا دهنتو دابا بالزبدة والدقيق، دابا أنا غادي نخوي الخليط. الخليط ديالي في المول ديالي هو، غندخلو دابا للفران، ومنين يطيب ليا غنخرجو ونوريكم الطريقه كيفاش نعمرو. يلا البنات خليكم معايا. ديالنا هي طابت، ها هي باقا سخونه بحال خرجتها، هذه كي كتجي
نقلبها ونديرها في الطبسين ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال التعمار ديالها ديال الوسط. يلا البنات البنات انا قلبتها دابا في الطبسيل، ها هي كي تجي ها هي بحال قلبتها دابا قسخونه. دابا غادي نسقيها بشويه ديال الليمون، غندير شويه ديال الليمون فيه شويه ديال سنيده وغنسقيها من الفوق ونرجع ندير معاكم. البنات انا دابا غليت شويه ديال الليمون مع شويه ديال السنيده وكنصفيه، هانتوما البنات كنصفيه باش يبقى داك التخن، يبقى غير الليمون بوحدو وغادي نسقيها. هانتوما البنات شتي هانتوما البنات غنسقي دابا غنبدا نسقي بها الكيكة ديالنا. البنات كنسقو نسقيوها مزيان بهاد السيرو ديال الليمون نخليوها. ودابا غندوزو باش غناخد هرنيس وغادي نطحنو ونرجع معكم ان شاء الله. عمر معكم هذه الطريقه ديال الكيكه، وفي نص الوقت كنوجد عشيوة للدراري مقيله يعني سهله خفيفه ظريفه. كندير فيها البصله مشلوطه والفلفله الثومه القزبر الحيمات مقطعين هما وزيت العود العطريه، ندير الكوتي ونفس الوقت نحيد عليا العشاء. يلا البنات خليكم معايا. البنات انا رجعت لكم دابا ها هرنيس درته في الماكينه غنطحنو، هي الباكيه الثانيه انا طحنت الباكيه الاولى هي ورجع لكم. البنات انا دابا رجعت لكم خديت كاسرونه ها هي ندير فيها الحليب نسطر الحليب هنا طحنت سريفه ديالي غنديرو حتى هو غنزيدو نزيد الباكيه الثانيه. المهم سريلا كان حسب الذوق، المهم انا كندير جوج باكيات كيجيوني مزيان، يعني على هاد القد هذا كيجيني مزيان جوج باكيات. نتوما عينكم ميزانكم. ها هو غنزيد دابا الفلون كراميل. دابا البنات سمحوا لي حيت يدي بوحدي غنزيد دابا الفلون ديال الكراميل. نتمنى تبان لكم الطريقه مزيان ونزيدو الدار ومسوس. هاهو البنات وكنخلطو العناصر كامله هيا البنات. دابا غنديرو فوق البوطه حتى يعقد، دابا نديرو الفلون بالكراميل نديروه فوق البوطه حتى يعقد ونخويو في هنايا الوسط. انا نخلط مزيان ونزيدو ساشيه ديال الكاكاو ها هي. بغيت انا كيعجبني دابا كندير دابا
الكيكه البيضه كندير الوسط ديالها بالشوكولاط، بغيتو نتوما تخليو عادي خليو عادي. البنات انا درتو دابا فوق البوطه، هانتوما كي تيجي الخليط ديالو غنبقى نحرك فيه حتى تيغلي ليا ونخويه في الوسط. هانتوما البنات المقيله ديالتي للعشاء هي خيطتها، فيها غير البصله مشلضه والفلفله مشلضه يعني قطعتها صغيره، وفريه تاع الثومه والعطريه ديالتها العاديه يعني الملحه، شويه البزار، شويه ديال الكمون، وشويه التحميره، وغندير شويه ديال زيت العود، والحيمات مقطعين يعني الحيمات مقطعين بحال ديال القطبان. يلا البنات هنا الخليط ديالنا هو درتو فوق البوطه، ها قد البنات غادي نخويه الوسط ونوريكم ونقدم عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. البنات ما نوقفوش التحراك يعني نبقاو نحركوا فيه حتى يقعد. ها نتوما القوام ديالو هو بدا يعقد هنا، ونخويه في الوسط ديال الكيكه ونقدمه ان شاء الله. المقيله ديالتنا انا غطيتها دابا، وقت ما درت غنشعل عليها نتعشاو، وهذا ما كان البنات. يلا خليكم معايا البنات. البنات دابا هي الكريمه ديالتنا وجدات، ها هي نوريكم كي تولي. ها هي ها هي دابا نخويوها الوسط ونرجع لكم. هنا عندي هذا خديت هاد الشوكولاط لتزيين، يعني بغيتو تحكو من الفوق وبغيتو ديرو اي حاجه. كنخبو الخليط وسط يلا البنات انا نزينها نديروها في الثلاجه. دابا منين درناها نحكو فوق منها الشوكولاط، هذا الشوكولاط ها هو، ونديروها تبرد ونقدموها بالصحه والعافيه ان شاء الله. ملي غتوجد وغادي نبغيو نديرو كوتي غنوري عليكم ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم البنات، حتى نهار جديد ان شاء الله. بسلامه.